ان هذا تصعيد خطير وتغيير في الاستراتيجية القطرية للمواجهة، خلينا نسميها الصلدة مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ويعني رفع السقف إلى أكبر حد ممكن. هذا التصعيد من وجهة نظري الشخصية لا يمكن أن يأتي بدون أخذ موافقة خضراء من القاعدة الأمريكية الموجودة في قطر. هذا التصعيد طبعا يصب أيضا في جملة الصراع مع الإمارات منذ أن تولى حمد بن خليفة مقاليد الحكم في قطر. النموذج الإماراتي، الغيرة من النموذج الإماراتي، الرغبة في تحطيم هذا النموذج، السعي دائما إلى شيطنة الإمارات والتشويه سمعتها، وهذا ملف موجود عند الأجهزة القطرية سواء كانت الأمنية أو وزارة الخارجية، وشهدناه عبر سنوات، ولكن ما كنا فاهمين لماذا هذه الحملة ضد الإمارات. اليوم تصل الحملة إلى أقصى مدى لها بالاعتراف العسكري، وهذا طبعا فعل لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وأعتقد أنه ينتهك كل القوانين الدولية وقوانين الطيران المدني باعتراف طائرة مدنية تحمل ركاب مسالمين. الآن ممكن الرد القطري يقول على ردا على اختراق طائرة إماراتية مقاتلة لمجالها الجوي. إذا افترضنا أن هذا الكلام صحيح، وأنا أعتقد أن هذا كان مرور الطائرة بشكل عربي، لكن ما قامت به السلطات القطرية هو عن عمد وعن رفض ولا يدخل في باب الأمر العربي، وبالتالي هناك نية وتصميم كامل على تصعيد الصراع إلى أقصى حد. وأنا أعتقد أن الإمارات ستقوم عبر المحافل الدولية بالأمر وإلى أيضا مجلس الأمن ومجلس التعاون. هذا انتهاك خطير للسيادة ولحقوق الطيران المدني.